اهلا وسهلا بيكم برنامجكم بيني وبينكم، حلقه جديده من حلقات بيني وبينكم نقدمها اشرف بغدادي وهايدي سعد. اهلا بيكي هايدي. اهلا بيكي اشرف. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامجكم المفضل بيني وبينكم. وزي ما احنا متعودين بنبتدي الحلقه بالسؤال، والسؤال: من هو اول انسان جبار كان في الارض؟ من هو اول انسان جبار كان في الارض؟ السؤال سهل ومن الكتاب المقدس، وهنستنى تليفوناتكم واشتراكاتكم. اول انسان كان جبار. ازيك يا هايدي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اول انسان كان جبار في الارض، مش كده؟ في الكتاب المقدس. واخر مفتري، اخر انسان مفتري كان هو مرسي. يلا انا حلتها ماشي. اخر انسان مش اهله وعشرته ما تنساهمش برضه، ما هم كلهم، بس هو المفتري الوحيد، هو الاساس. مصدقني يعني بصراحه هو شكله غلبان يعني، بيضحك عليه ويعني مصدرينه، هم مصدرينه. طيب سؤال سهل، ويا ريت عايزين بقى المداخلات ونحاول نجاوب على السؤال. سؤال سهل، واللي عايز اختيارات انا تحت امركم، عندي ثلاث اختيارات. لسه شويه هايدي لسه ما تعرفش انا عندي اختيارات مين. فاهلا اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. نبتدي بقى، عندنا الاخبار، اخبار مصر، وهي جماعه المسلمين او المتاسلمين اللي ابتدوا بيعملوا حمله التجرد، والحمله التجرد ابتدوها في مؤتمر او ابتدوها في حمله شعبيه او حمله في الاستاد القاهره. وطبعا الكذبه او المنافقين اللي قالوا انه في استاد القاهره، واستاد القاهره يتسع حوالي 90,000 مشاهد او متفرج، والموضوع كله انه كان صاله مغطاه كره طائره او كره يد، وتسع حوالي 16,000 متفرج او الماكسيمم او الحد الاعلى وهو 17,000. فجاب عشيرته وجاب البلطجيه بتوعه وابتدى يتكلم وكانه هو قاعد في عزبه بابا. نعم. عزبه خالته. ماشي بابي مامي. بس المهم يعني عايش الدور انه البلد دي بلده هو لوحده، بس هو وجماعته وعشيرته. ايه الاخبار يا هايدي؟ الاخبار الاول انا عايزه افرح الناس، لازم نبتدي بخبر جميل قوي. كده جميل جميل بجد. يعني اخيرا وبعد عناء وبعد شقاء، وبفضل صلواتكم وبفضل تدعيمكم وتشجيعكم للقناة، نزلنا الشرق الأوسط النهاردة على النايل سات، مش الهوت بيرد. كانوا بيحاولوا ان هم ينزلونا على الهوت بيرد، ولكن احنا صممنا ان احنا نتمسك بالنايل سات، وجات لنا شركة كويسة جدا وبسعر معقول. هي بس كان فيه شوية عصلاقة كده، بس ربنا قادر ان هو يكمل، وان شاء الله نستمر على النايل سات عشان نتواصل مع مصر والشرق الاوسط كله في المراحل اللي جاية، وخصوصا الايام اللي جاية مش عارفين هترسي على ايه، بس على الاقل ان احنا هنكون مشاركينهم اول باول وعلى الهواء. وممكن يكونوا شايفيننا طبعا دلوقتي، مش عارفة بس سهرانين معانا ولا ده في ناس سهرانة، في ناس سهرانة او متابعانا. وكمان والحملة التجرد شغالة برضو، وحملة تتجرد بس تجردوا من الأخلاق ومن المروءة وكل حاجة. كل حاجة. بس حملة التمرد بقى، يعني محمد أبو حامد هو الوحيد يعني لغاية دلوقتي مجمع 15 مليون. يعني تفتكر بقى بقية الحملات الموجودة بقى، أو الناس اللي معاهم ايه؟ معانا أم عمار. معانا أم عمار. مرحبا أم عمار. مرحبا. اهلا اهلا حبيبي اشكر. حبيبه قلبي. اخبارك؟ يا هلا ام عمار. نشكر ربنا. اخبارك انت؟ ربي يبارك. الحمد لله الحمد لله ماشي الامورات. حياتي ربي يبارك عليكم على ويباركك يا ام عمار. شلونكم؟ انا الحمد لله ندعي الرب. يا رب ما بتكشون اهل القناه كلهم واحد واحد. الله يخليك. الله يخليك ام عمار. صلواتكم معانا يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. هو الجواب التكوين الاصحاح العاشر والعدد من 6، وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان.
سبعة وبنو كوش سبا وحولية وسبتة وعمرة وسبتة وبنو رحمة شبا ودادان وكوش ولد نمرود الذي ابتدى يكون جبارا في الأرض هو نمرود. نمرود. طيب يا معمر. جلياط. جلياط جبار. مين؟ لا لا لا. منو؟ لا لا. منو؟ لا لا هو نمرود نمرود. نمرود. طيب أكيد. خليكي نعم. خليكي معنا لآخر الحلقة معمار. نشوف الإجابة الصحيحة. ما يخالف ما يخالف غلط ما مشكلة. خطير. ربنا يخليك لينا. ويعافيكم عمار. شكرا. حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. فأنت بتقول بقى إن هم راحوا استاد مغلق. لا هو مغلق. وقعدوا فيه. قعدوا فيه هو وعشيرته والبلطجية الموجودين كلهم. وتشوف المناظر يا هايدي اللي موجودة في الصالة المغطاة، يعني لو تشوفيها من حوالي 10 سنين كانت الصالة المغطاة مليانة أعلام والجمهور اللي كان كله واقف وكل شايل أعلام مصر. تشوف المنظر بتاع الصالة المغطاة بقى منظره عامل إزاي؟ بقت مزرعة وأعلام إيه؟ سوريا وحماس وديها كل أعلام الدول العربية، إيه يا عم في إيه؟ وانت رئيس جمهورية مين يعني؟ انت فاكر نفسك رئيس أمة العربية كلها ولا ايه؟ عايز رجع ايام جمال عبد الناصر. ما علينا، ناخد مداخلة. في معانا مداخلة مين؟ الو عفاف. الو ام اشرف. الو يا هلا بيابا شلون؟ اهلا بيكي. يا هلا. ازيك يا عاشق؟ ازيك يا امي؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ وحشني يا حبيبي. الله يخليك. انت وحشانة كمان. وانتي وحشين يا عايدي. ربنا يبارككم ويبارك خدمتكم. وانا نفسي اقول لكم النهارده مزمور بحبه وانتوا عارفين، لو جدعين تقولوا مين مزمور ايه. نعم كل مره بتقولي بتسالينا يعني بتسالينا السؤال. طيب هي السؤال تقول علينا. طيب هقول لكم المزمور بس الاول اقول لكم الاجابه. اوكي اتفضلي. طيب هو نمرود طبعا هي ريه ضايعه شويه معلش. ماشي سفر التكوين 10-8 وانا اخذت الجواب الاكيد من ام عمار ربنا يباركها. انا كنت عارفه بس قلت استنى ما اسمعها يعني. هو نمرود يا اشرف مش جلياط. هو مش جلياط ولا شمشون. جلياط ده بتاع ولا شمشون؟ لا ولا شمشون. ما هو سموه نمرود. شمشون الجبار برضه. نعم. لا نمرود. لا ولا جلياط؟ لا نمرود. طب هنشوف بقى نهاية الحلقة. هقول لكم مزمور 23. الرب راعيك فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربدني وإلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، أيضا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريع، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين. جميل. الرب معاكم ويبارك خدمتكم. ربنا يخليك. ان شاء الله. شكرا حبيبتي. شكرا سلام. ربنا يبارك. سلام ونعم. سلام. سلام حبيبتي. كان في خطه وزاره الداخليه بتحاول ان هي ترسم خطه عشان يوم 30 يونيو. وزاره الداخليه؟ وزاره الداخليه طبعا. طيب. بيقول لك يا ريت نسمع الخطه دي. فعاليات 30 يونيو. أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن غلق معابر سينا ونفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام استعدادا ليوم 30 يونيو لعدم تكرار ما حدث خلال ثورة يناير. وقال إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أنه سيتم تكثيف الخدمات بخصوص القادمين إلى مصر من معابر سينا الفترة المقبلة، لأنهم يعني عارفين إن كان في مشاكل جاية من المعابر. وأكد وزير الداخلية أن الداخلية تأمن المناطق التجارية مثل سيتي ستار وكافور ومجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء ومديريات الأمن ودواوين المحافظات
والحرس الجمهوري سيؤمن التلفزيون، والقوات المسلحة سوف تؤمن البنك المركزي المصري. أتمنى أن أنتوا تكونوا فعلا عند وعدكم وفعلا تأمنوا، ما تكونش خطط ل مش عارفة أقول إيه يعني. أكيد هم مش راضيين عن الثورة دي يعني، فمش هيأمنوها. أقول حاجة؟ اتفضل. ده هم هيتحصروا يعني، هم بيحصروهم كده، دخلوهم مصر، خدت بالك؟ وده جايب المعتقلين كلهم والهربانين من جو من افغانستان ومن السودان ومن اليمن، فجايين على مصر، فدلوقتي دخلوا وهنقفل عليهم والجيش هينزل هيخلص عليهم. حلوه الخطه دي، ايه رايك؟ جميله. خلاص نفتح صفحه جديده وتبقى مصر الجديده. يوم 1 جولاي. يبقى ايه يوم 1 جولاي؟ يوم 1 جولاي. معانا مكالمه بيتا. الو اختي بيتا. مساء الخير. اهلا، مساء النور، زي حضرتك؟ مساء النور. كل سنه وانت طيب يا استاذ اشرف. وحضرتك طيب؟ فادر داي. فادر داي، ربنا يخليكي. ربنا يباركك. افتكرتنا في صلواتك ولا في الدير؟ افتكرته. صور صليت لهم. انا رحت. مش عارفك انا رحت الدير. ما احنا قلنا. طيب. ما انا لسه بكلم. انا صليت لكل الناس حقيقي، وولعت شمعة وقابلت الرهبان والأسس اللي موجودين في الدير، وحضرنا صلاة العشية هناك، وكان جميلة جدا جدا. عشان كده احنا نزلنا شرق الأوسط يعني، ربنا استجاب. طب الحمد لله. بلغتهم سلامي ولا؟ بصي بصراحة، لا بصراحة نسيت. انا بصي صريح. انا نسيتك المرة اللي فاتت لما بقولك بلغتهم سلامي. صدقيني نسيت، عشان كان في كذا مشوار قبل الدير. هو لازم حضرتك تيجي بنفسك يعني، ونعمل رحله ونروح كلنا مع بعض. وكان معانا مدام جورجيت. ما هي كانت نفسها تسلم عليك. كانت معانا مدام جورجيت في الدير. الحمد لله، الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على اي حال. الله يخليك، ميرسي. والف مبروك على نزولكم الشرق الاوسط. ربنا يخليك، بركة صلواتكم. يعيشي صلوات القديسين وتعبكم انتوا الحق. يا رب يخليك. وبنت اخت اسمها ساميه، كل ما اكلمها يا عيني حرام شويه هتعيط، تقول لي انا هموت على كبتك سات. متعلقه في البرامج. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك لينا يا رب. هكلمها الصبح اقول لها، يمكن هي اوريدي شافت المحطه. طمني الناس كلها. نفس التردد القديم؟ لا مش نفس التردد القديم، احنا هننزله على الشريط من تحت، وعشان الناس كلها تقول لبعضها يعني، غير ما يفضل التردد الاولاني. خلاص. وممكن اجاوب على السؤال؟ يا ريت. اتفضلي اتفضلي. بس متسالي انا. متسالي بس. مين؟ نمرود افندي. نمرود افندي. نمرود باشا. يعني هو اول جبار. نمرود وبس. طيب. وبعدين في اخر جبار، وان شاء الله يمشي قريب. امين آخر. امين. لا ده مش جبار. مفتري. ده مفتري. في فرق بين جبار ومفتري، وفي ظالم. ده ظلم الشعب المصري. كله إلى حين يا أختي بيتا، كله إلى حين. إن شاء الله. قريب قوي إن شاء الله. وألف شكر، ودي أخبار حلوة إنكم نزلتوا الشرق الأوسط. ربنا يخليك، ربنا يخليك، بصلواتكم. بنشكر حضرتك. وتعبكم الحق. ربنا يخليك. شكرا مدام بيتا. على خير. وسلامي للاستاذ ماثيو بغدادي. لا ماثيو، ماثيو بغدادي صح. اسلم لك عليه. حاضر. والعائله بقى بالمره. والعائله خطر. والعائله طبعا. ربنا يبارككم. شكرا لحضرتك. مع السلامه. تصبحوا على خير. مع السلامه. مع السلامه. طبعا ده من ناحية وزير الداخلية بيأمن زي ما احنا متفقين على الأحداث بتاعة 30 يونيو. الكل قلقان، وزير الداخلية عايز يطمن الشعب ان الدنيا هتبقى أمان، يعني هيغلق المعابر في سيناء، وهيحافظ على نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام، وكلها استعدادات تنم على ان هم يعني هيقوموا بواجبهم يعني. يجي من ناحية تانية في مفتي جامعة الجهاد الشيخ أسامة قاسم بيقول خروج أعضاء حركة تمرد يوم 30 يونيو على الرئيس مرسي لإسقاطه بالكفر. هنكمل الخبر بعد ما ناخد المكالمة. الأخت ميري. ألو من عمان. صباح الخير. صباح الفل أخت ميري.
وصباح يسوع المسيح. يا حبيبة قلبي صباح يسوع المسيح معاكي. كيفكم؟ الله يسعدكم يا رب. تقدر نشكر رب الحمد لله. احنا على فكرة نزلنا على الشرق الأوسط، مش عارفة انتي بتقدري تشوفينا على النايل سات؟ انا بحاول هلا بس اخلص المكان اللي بحاول اني اوكي حبيبتي. اوكي ان شاء الله. عندك الاجابه؟ طبعا زي ما حكوا سابقا نمرود. نمرود؟ مسحرينك معلش يا اختي ميري. لا مسحرينك بدري بكير. وفي جليات، جليات في جليات، في جليات مش هيك؟ انت ايه رايك؟ بس نمرود خلص. نمرود هو اول واحد مش هيك؟ اول جبار، أول جبار أول طبعا جبار. هو آه. بالتكوين أول جبار. تمام. أوكي قديش الساعة عندكم هلا أختي ميري؟ الساعة 5. 5 صباحا. صبح. صباحا. 5 صباحا، صاحية بدري ولا لسه ما نمتيش؟ لا 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 صحيت بدري. صحيت بدري. يعطيك العافية، نهارك فل. عشان أسمع السؤال. بنشكر يومك حلو إن شاء الله. شكرا، ربنا يبارك. مع السلامة أخت ميري. قلت لكم ما تخافوا على أيوة مصر. صحيح ما بنخاف. بصلواتكم يا أخت ميري. يحميها مهما إجاها أي. أمين كمل جميلك يا يعني رب. أي شيء يعني ربنا هو راح يحفر حفرة ويحطهم جواته. أمين. أمين. بس هو بيصير مشاكل مش ما بيصير. طبعا. راح يصير دم. ربنا ما بيصير. عادل. بس إنه ربنا هو غلب العالم. أمين. أمين. لا بنشكر حضرتك اخت ميري. شكرا اخت ميري. الله يسعدك. معانا الاخت جورجيت. الو. ايوه مساء الخير. اهلين اهلين، ازيك يا جورجيت؟ اخبارك؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. معلش ما قدرتش اجي، انا عندي مشاكل هنا. اكيد. مبسوطه ان انتم انبسطتوا. ازيك مدام جورجيت، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ميرسي لمحبتكم. ربنا يخليك. محبتك، محبه ماما والمدام. ربنا يخليك. احنا انبسطنا لما شفنا حضرتك ورحنا الدير، وكان يعني يوم جميل. يعني انا كان احسن يوم عندي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ويا ريت كلنا. ربنا يخليك. انت اللي تعبت وجيت المشوار ده لا 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 ازاي يعني، ده انا اخدت البركه. ربنا يعوض صعب محبتك. ربنا يخليك، انا اخدت البركه. بس صدقيني انا بشجع كل مشاهد، كل واحد انه يزور الانبا انطونيوس في كاليفورنيا. الدير الانبا انطونيوس جميل رائع جدا جدا. وحضرتك جايه من فلوريدا، يعني جايه من فلوريدا، جايه جيت من فلوريدا عشان على كاليفورنيا. ربنا يخليك وديك الصحه يا رب. يلا الحمد لله. ميرسي على عطيتك حبيبتي، ربنا يبارك فيك ويزيد محبتك يا رب. مفيش اي حاجه، ده ربنا ربنا يعوضك لينا يا رب. وسلام للأسرة مدام جورجيت. نعم. سلام للأسرة الموجودين. يوصل أنا في أسرانة برة. وما فيش غير أخويا اللي في البيت لوحده. طيب. وإحنا برة. سلام ليهم. هوصل له. حاضر حاضر. معاكي الإجابة بقى؟ عارفة الإجابة؟ بتقولوا من هو إيه السؤال تاني؟ أول جبار. أول جبار في الكتاب المقدس. أو في الأرض يعني. الكتاب المقدس ولا في مصر؟ في الارض. ولا في مصر، لا على الارض يعني في الكون. اول جبار ذكر في الكتاب المقدس. فرعون. فرعون. لا يعني في المهم هقول لكم الايه. اتفضلي. يا ريت. لقمه يابسه ومعها سلامه خير من بيت ملآن ذبائح ومعه خصال. صحيح صحيح. امين امين. ميرسي حبيبتي. ميرسي مدام جورجيت. شكرا. ميرسي. مع السلامة. الله يسلمك. معنا الأخ جوزيف. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور. مساء أهلا نورات. بيك. الله يبارككم ويبارك يا جوزيف. أهلين. على نزول الساعة عن الشرق الأوسط. نزول الشرق الأوسط. ميرسي كتير. بركة عطاياكم وصلواتكم وتشجيعكم لينا برضو كان ليه عامل كبير. باركك ربنا يا استاذ جوزيف بجد. اعلان اخونا اشرف يعني حبيبي اعلان. فاكره وقت قلت نهار الجمعه انه حيجي الجواب بكره؟ نعم. وقت حكيتي وقت تكلمتي معانا ببرنامج بيني وبينكم نهار الجمعه مع وقلتي حيجي الجواب بكره. ايوه. واجا هو الجواب بكره يعني نهار السبت. كان في مناورات. صدقني عالم المسيح، انا لو احكي لكم احنا كل يوم في القناه في معجزه بامانه المسيح. الواحد يكتب كتب على المعجزات اللي بنمر بيها. يعني يوم معانا ويوم مش معانا، ويوم فرحانين ويوم الشيطان يحاول يحاربنا، ولكن بعديها الشيطان بنغلبه وزي ما وعدنا المسيح تحت الاقدام.
ويفرحنا يعني يسوع يعني ويدينا اخبار جميله ويدينا حاجات احسن من اللي كنا متوقعينها. يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. اي نعم، يعني مش عايزه اقول ان الفلوس اكتر بكتير، ولكن احنا زي ما وعدنا الناس، انا مش بحب ان احنا نوعد الناس ونخلي بيهم، وربنا أوكي. بيدبر الباقي. يعني حيتدبر الباقي، لانه اجتني اشاره من يسوع المسيح نهار السبت، السبت الصباح، ورأيت بالرؤيا انه انا كنت بمحل جوره يعني، وصعدت لعند يسوع المسيح. هو نادالي قال لي تعال يسوع المسيح. بعدين رحت لعنده، واول ما شفته كان هو مع القديسين، مع القديس بول، وقاعدين عم يتشاوروا ويحكوا كلام. بعدين انا وقت سجدت له ليسوع المسيح على الجمال الحلو، قال لي بكره. فانا مش عارف شو كان معناته بكره. وكان ربنا يعني بيخطط للصالح طبعا، اكيد عم بيخطط لمصلحتكم يعني طبعاً. بكره قامت عملت اشاره انه وافقوا على الفضائيه بتاعكم وقت يعني نهار السبت يعني وافقوا. وبعدين يعني يسوع المسيح حي يا جماعه، وعم أمين. بيتكلم أمين. بين الناس. وبعدين يسوع المسيح وقت بيقول بالكلام ها انا واقف على الباب اقرع، ان سمع احد صوتي ادخل لعنده واتعشى معه. هذا كلام موجود يا جماعه، ويسوع المسيح هو حي. لا تتردد، بس انت كيف التردد؟ عم بيطلبوا منك انه شو التردد لتاخذ كفتي كساد بمصر؟ تردد يعني اعمل الحول، فوكس، اثبت بالمسيح. المسيح موجود، كلمبه كبيره وموجود معانا يعني. نعم. وفي في كلمه كمان مكتوبه مزمور 91 يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق، انقذه وامجده من طول الايام، اشبعه واريه خلاصي. هذا كلام جميل من مزمور 91. امين. والشيء الحلو انه انا رئيس يسوع المسيح على الجمال والاجلال، وكان عم بيتشاور مع الرسل يعني كل المحبوبين يعني طبعا. فسكنا صلواتك للسيد جوزيف دائما. يعني هي حقيقي ترسمي، لانه انا ما بقول الخبر الا ما استنظر لبين ما يجي الجواب. أمين. وحاجات كذا يعني هيك طبعي انه انا بريسايس يعني، ما بحب شوشر وكلم كثير كلام، وزبط نفس الشيء يعني. نعم. وبعدين في بالنسبه للجواب بتاعكم، هو لانه على الشاشه مكتوب من هو اول انسان جبار في الارض. لانه اول ما هو وكان ابتداء من ملكه بابل، وكوش ولد نمرود الذي ابتدا يكون جبارا في الارض، الذي كان جبار صيد امام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد امام الرب. هذا هو الجواب. امين. اشكرك استاذ جوزيف، ويباركك حبيبي. يباركك حبيبي. وعند يسوع المسيح كله بيهون طبعا. امين. كله بيهون طبعا. امين طبعا. اكيد. خلينا نعمل مثل ما بقولوا مذبحه عندكم، ونصلي ونحط طلباتنا عند المذبح، وحيصير كلياته ان شاء الله. امين. بنشكر ربنا. شكرا استاذ جوزيف، يباركك يا رب. يعني يا ريت تصلي لنا باستمرار يا اخي جوزيف. والله على طول كلياتنا، لانه انا يعني حتى الطلبات مره شفت بالرؤيا مكان جميل جميل يعني، وكل الناس عم بياخذوا مثل ستيكر ويحطوها على الحيطه ويقولوا الطلبات بتاعك يعني. وانا عرفته هذا الستيكر، هو يعني اعملوا عندكم مثل انه مذبح، وخلي يعني انا المقصود اللي عم بحكي، انا لا اتكلم على نفسي، لانه المسيح هو داخل بي، هو اللي بيتكلم، مو انا عم بتكلم على بالانسان. بس لتكلم عن نفسي بيكون اناني طبعا يعني. شكرا. بس لتكلم بلغه المسيح، تتكلم باللغه العامه يعني لغه المحبه ميرسي كثير استاذ جوزيف، كتر خيرك حبيبي. حضرتك ميرسي كثير. الله يبارك. يبارك. مع السلامه. معنا الاخ مورجان. سوري استاذ مورجان. ازيك يا استاذ اشرف؟ ازيك حبيبي، ازي صحتك؟ اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا وانت بالصحه والسلامه. طبعا الاجابه معروفه ان نمرود ابن كوش الذي ابتدا ان يكون جبارا في الارض. طيب كويس، خليك معنا لاخر الحلقه.
عندك اخبار عندي استاذ مرجان؟ عندي اخبار. طب اديني خبر كده. خبر جديد دلوقتي، لسه ماسكين 70 واحد من حمله حماس داخلين في حدود مصر. 70 واحد لسه. هم كذبوها، بس متوقع ان هم داخلين من بدري، يعني هم مش هيستنوا لاخر لحظه. الو استاذ مرجان. الو استاذ مرجان، الخط قطع. الخط قطع، ماشي. يا ريت تعاود تكلمنا تاني استاذ مرجان عشان نعرف. كانوا بيقولوا ان في 70 هم بس 70 بس، بيتهيالي هم اكتر من 70. كذبوها حماس، كذبوها، بس انا متوقع ان هم اكتر من 70 ودخلوا من زمان. يعني هم بس ان شاء الله مش هيطلعوا منها باذن الله. مش هم دخلوها امنين؟ اكيد مش هيطلعوا منها. لا 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 باذن الله. اكمل الخبر. اتفضلي. المفتي بتاع جماعه الجهاد الشيخ اسامه قاسم بيقول الخروج اعضاء حركه تمرد يوم 30 يونيو على الرئيس مرسي لاسقاطه كفر. واضاف قاسم طبعا خلال حواره مع الاعلاميه مع الاعلامي احمد موسى الذي يدعى على قناة التحرير يوم الاثنين أن خروج يوم 30 يونيو بيهدف إلى التخريب وحرق الممتلكات العامة وإسقاط الشرعية. يعني هو قلبه قوي يا حرام بصراحة على بصراحة على التخريب اللي هيحصل والحرق الممتلكات العامة. هو قلبه على البلد طبعا. وتابع قائلا أن الرئيس مرسي لم يتعدى مرحلة إسقاطه، وإن كان قد أخطأ فعليا فعلينا رده، مشيرا الى ان الرئيس مرسي مضطهد من اول يوم جه فيه في الرئاسه. يا حرام، احنا ظلمناه الراجل ده، ظلمناه الرئيس حقيقي، ظلمناه بجد يعني بصراحه. وشدد قاسم على ان كافه المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس مرسي لم تخلى من الحرق والتهديد لاركان الدوله، مؤكدا ان لم نتخذ قرار بالمشاركه في مظاهرات 30 يونيو الى الان. يعني هم لسه بيفكروا اذا كانوا ينزلوا ولا لا. واكد قائلا نحن كجماعه جهاديه قتلنا كفار الاسلام ولم نتنصل من ذلك، لانه قتال في سبيل الله، واسقطنا رؤوس الكفر في بلاد الغرب بالجهاد. ما شاء الله ونعم الاخلاق. ايه ده؟ ايه الراجل ده عايش في الوهم، عايش في الايام الجاهليه. ونعم الوطنيه. اهل قريش. مش كده برضو؟ ابو جهل يعني اللي بيتكلم ده. طيب شوفي الخبر بتاعك انت ايه بيقول ايه، وشوف الخبر بتاعي بيقول ايه. ابو اسماعيل بيفضح مرسي، بيقول له انت عميل الامريكان واليهود بالتلفزيون المصري. انت عارف التلفزيون المصري وقناه 25، يعني هم قناتين او ثلاثه اللي مع مرسي. بيقول لك انه حزب ابو اسماعيل مؤسس حزب الرايه، انه بعد تولي الاخوان المسلمين الحكم في مصر تبين انهم يسيرون على نهج ارفضه تماما واستنكر سياسته. انا سعيد بسؤال حضرتك، يعني الراجل ده ممثل درجة أولى حقيقي، يعني أنا مبسوط قوي من حضرتك بالسؤال ده. ماشي. وأوضح أبو إسماعيل خلال فيديو، يعني مرسي بقاله سنة دلوقتي جاي تقول إنك أنت مش سعيد؟ طب يعني أنت فينك خلال السنة اللي فاتت اللي مضت دي كلها وأنت قاعد ساكت، ورحت اعتصمت قدام الإنتاج الإعلامي وعملت البروباجندا وقعدت واستربعت وعمال تهدد الاعلاميين والكلام ده. دلوقتي انت مش عاجبك مرسي مش كده؟ ولا انت بتلحق تعمل لك كريدت قبل ما يحصل انقلاب على الاخوان المتأسلمين والسلفيين؟ لان انتوا دلوقتي مكروهين. سمعه مصر دلوقتي على ايديكم بقت في الباي باي بسببكم انتوا. بجد فعلا. الاخبار الاوروبيه الموجوده دلوقتي وخاصه المانيا بتقول لك انه مصر قاعدة إرهابية. مصر في الليستة، يعني اللائحة السوداء، إنه مصر دلوقتي هي بتنشط الإرهاب. صاحبنا مرسي طلع على السودان، طلع على سوريا، طلع على لا ما طلعش على سوريا، لا على إيران، على إيران، على روسيا، على يعني بلاد كده مالهاش يعني، فاهمة يعني؟ لا هو مش راسم خطة معينة، هو يعني الخطة اللي رسمها هيطلع كل جمعه يصلي فين؟ ما مش عايزين يصلي بقى، مش عايزين يصلي، كفايه بقى صلي يعني قطع الميه. 24 عربيه بتحرسه عشان يروح يصلي، يعني
وهو إيه؟ مش خايف في ايه؟ وهو يقول لك انا مش لابس ال هم عمالين يقولوا له ارحل وهو عمال يشاور لهم قاعد لا بارد. هو قال انا جلدي تخين يا جماعه. استاذ مرجان استاذ مرجان انقذني. انا اتقطع على الخط. انا كنت بقول لكم انا عارف ان الاخت هايدي قالت دول داخلين من زمان. ايوه في كميات من 1000 ل 1500 ايوه 2000. طبعا لكن اللي دخلوا دول دخلوا لسه امبارح. هم بيقولوا عليهم 30 هم 70 وجت على قناة العالم وانا سمعها الايرانية من قناة الايرانية. وحتى يمكن لو جبت الفيديوهات جايبينهم وهم بيتسلل ولا كأن لينا ضباط او شرطة او جيش كأن داخلين كده هو رايحين يعني مثلا جنينة الحيوانات ولا بتاع. يا الخبر بقى الجديد قوي قوي اللي لسه انا جايبه من دقيقة. بس انا ما بشتمش على فكرة ومش هشتم ولا احنا. الكلام ده موجود. احنا ما بنشتمش. الكلام ده موجود. الكلام ده موجود اهو. قناة القناة الاولى بسوريا المذيع بتاعها طالع وبيقول مرسي قليل ادب. انا ما قلتش الكلام ده. معقولة؟ ما هو الكلام. اللي ابتدى اصل يعني حقيقي برضو. اللي عايز دلوقتي يفتح القناة دي جاية بالفيديو على فكرة. مرسي قليل ادب. مش انا اللي بقولها ولا انتو. احنا عايزين ايه تاني يا جماعة لما نشوف رئيس الدولة المحروسة اعظم واعرق دولة في العالم يجي عليها وقت يتقال على رئيسها انه قليل ادب. ده اذا كان رئيسها هو وجماعته. هو وجماعته يعني ده ايامه جايه قريب قوي بعد 7 ان شاء الله. ان شاء ربنا الله. يسهل وانا هبقى معاك وهنشوف ده باذن الله. باذن الله. هو واللي وراه. امين يسوع. امين. باذن الله. شكرا. اشكرك استاذ مرجان. نشكر حضرتك استاذ مرجان. انت بجد انت يعني عارفه انه مرسي طبعا هو وجماعته والشيوخ والدعاه كلهم بيعملين نداء انهم يروحوا سوريا يعملوا جهاد. يعني سابوا اسرائيل. خلي بالك اسرائيل دلوقتي حلوه معانا وحبيبتنا وولاد عمنا. مالناش دعوه باسرائيل. احنا نروح نقتل المسلمين. مسلمين مصريين يروح يقتلوا المسلمين السوريين عشان شيعة وسنة عشان حزب الله وحزب نصر الله وحزب حماس. كل واحد عايز ياخد اي ياخد اي حاجة من سوريا يطلع له باي حاجة خلاص. وبشار الاسد بيرد على مرسي يقول له يعني احنا طول عمرنا مصر وسوريا بلد واحدة. مصر وسوريا شعب واحد. احنا كلنا مع بعض. ليه انت بتعمل كده واقف مع امريكان واليهود؟ يعني مرسي واقف مع عيني عينك واقف مع السعوديه والسعوديه لان السعوديه وقطر مش عايزين بشار. وقالوها قالوها من حوالي سنتين وزير الخارجيه بتاع السعوديه قال احنا لازم معارضين نسلح لهم نديهم اسلحه. ضد مين؟ ضد بشار. طب ليه انتوا عايزين سوريا بقى تبقى زي مصر ومصر تبقى سوريا وتبقى احنا الاثنين بقى زي العراق وتبقى خلاص اتفككت الدول العربية؟ وده كان هدف السعودية وقطر. وهيجي لكم يوم يا سعودية وقطر يعني ما شوية يعني كل بلد هيجي له يوم. فاستنوا شوية بس عايزين نشوف اسرائيل اخبارها ايه. اخبار اسرائيل ايه؟ هل هي بقى نعم قاعدة مطمنة عندها مية عندها كهرباء عندها نور وعندها كل حاجة وعندهم امان وعندهم امان. مفيش لا عمليات ارهابية ولا استشهادية ولا اي حاجة. خلاص بطلنا نسمع الحاجات دي دلوقتي. الجهاد لسوريا. لسوريا يعني بصراحة حاجة تحزن. يعني فعلا لما يضربوا يعني ولاد عمومتهم مش الاسرائيليين. المفروض السنة مع الشيعة دول اهل يعني دول صحاب كتاب واحد صحاب ديانة واحدة. اختلفوا في حاجات ولكن ما يقتلوش بعض. هو مش في الدين يا هايدي. احنا ما يعني هي الحروب اللي حصل دي مش دينيه. الحروب دي سياسيه. ستار الدين ده ستار. ايوه بيتاجروا بالدين. يقول لك ده شيعه وده سنه وده صوفي وده يعني الحمد لله الصوفيه عندنا في مصر ابتدى يتحاربوا برضو من السلفيين. ما تنسيش برضو الموضوع ده. من الصوفيه هم ما بيعرفوش يتجمعوا مع بعض الا في الخراب. لو هم مثلا هيتجمعوا مع بعض عشان يجيبوا مرسي اتجمعوا ساعه لما يجيبوا مرسي ولكن في الاخر بس انا صدقني يا هايدا انا حاسس انه ده هيبقى كمين ان شاء الله ويتمسكوا كلهم بربطه المعلم كده. انا عجبني قوي في الفيسبوك
الناس بتعلن المصريين كلهم يا جماعة، إذا كانوا سوريين إذا كانوا أي كان مش مصريين، بنطلب منكم ما تتدخلوش، دي حاجة ما بيننا وما بين بعض، شعب مصري ما بين وما بين بعض وما بين وما بين الرئاسة، عندهم مظاهرة وعندهم يعني حسابات يوم 30 يونيو. لو لقيناكم في الشوارع مع أي طرف إيش إن كان هتتأذوا، فيستحسن ان انتوا تاخدوا جنب. حقيقي بالامانه، ان كان سوري ان كان سوري ولا ليبي، الاحترام لجميع الجنسيات، احنا كلنا اشقاء، بس احنا برضو دي حاجه مشاكل عائليه بالظبط، يعني ما احبش احنا المصري ما يتدخلش في الشؤون الداخليه لسوريا، ولا سوريين يتدخلوا في مشاكل بتاعه فلسطين او بتاعه ليبيا. فاحنا يعني سمحنا انه نشوف الاعلام سوريا او ليبيا او حماس او تبقى موجوده في الميادين المصرية، ده أكبر غلط. وبعدين الفتنة الطائفية دلوقتي بين مسلم ومسيحي، يقول لك إنه المسيحي هو اللي نازل يتمرد مش المسلم، لا مسلم مسيحي مصري نازل مش عايزينك يا مرسي. بس في حاجة برضو عايزة ألفت نظركم عليها، يعني أنا اللي أصبته في من إن يعني لو في السوريين أو أي عرب موجودين في مصر ياخدوا جنب وما يحاولوش إن هم يتدخلوا في المشاكل العائلية، فعلا ده الشعب المصري كله بيطالب بكده، ملناش دعوة بقى إذا كان في شيوخ أثارت إن يبقى في جهاد وفي مصريين رايحين يجاهدوا في سوريا، دي حاجة ملهاش دعوة بالشعب المصري، دي حاجة بتثير الفتنة عشان يكبروا المواضيع، مش عايزينها تحصل عندنا. احنا عايزين نعمل كنترول على بلدنا، الناس دي لا تمت لينا بصلة، واذا كانوا بيفتوا اي فتوى فهي هتيجي فوق دماغهم ان شاء الله، ولكن مش عايزين حد ليه دعوة بمصر، لان في سوريا المؤيد لبشار وفي المؤيد للمعارض، فهيكونوا موجودين برضو في مصر، المؤيد لبشار او للنظام للمعارضين، فطبعا ما نتدخلش، لان خليك انت في مصر انت بتاكل عيش وعايش وفاتح بيزنس فاتح مطاعم، احنا ما بنحسدش ولا اي حاجه، احنا يعني حلوين وكل حاجه، وفي يفض كده مكتوب ممنوع المصريين دخول مطعم سوري في مصر ان شاء الله معززين مكرمين، ما بنقولش حاجه، مطعم بس تركي ومطعم تركي وفي مطعم سوري كمان يعني، بس شغالين حلو قوي ما شاء الله في مصر واسكندريه حلوين قوي، فمش عارف حتى الشعب المصري جعان ومش لاقي ياكل، وربنا يستر، لا ميه ولا كهرباء ولا غاز ولا اي حاجه، يعني الناس عايشه ازاي؟ حلوين بقدره قادر، بس هيطلع كل اللي عنده يوم 30 يوليو اخر الشهر ده، كل واحد هينزل الميدان وهينزل المسيره، اوعى تخاف، محدش بيخاف، وانا عندي صوره يعني جميله جدا ممكن هتعبر قد ايه فعلا الشعب وشباب مش خايف. عايزك تشوف الصورة دي، مين الشباب اللي نازل فيها؟ دول جنود الأمن المركزي يحملون لافتة مكتوب عليها ارحل جنب العربيات بتاعتهم وفي شغلهم ولابسين اليونيفورم بتاعهم وبيقولوا له ارحل. أكتر من دي شجاعة؟ أكتر من دي شجاعة؟ أنا يعني بصراحة يعني يشرفني إن أنا يكون دول أولاد بلدي، يعني بجد خلاص الشعب كله فاضي، ده ولا ايام حسني، كله فاضي ده ولا ايام حسني، ما يعني كانوش كده يعني، يوم ما جيئه يوم ما هيرحل ان شاء الله باذن الله، تبقى ميرك يعني تبقى معجزه، اكيد اكيد باذن الله. باذن الله احنا مبسوطين. انت ايه الاخبار عندك؟ عشان انا عندي خبر، في واحد افتى فتوى من السعوديه وقال انه الزياره او السياحه في دبي حرام، واحد شيخ داعية في السعودية لقد أفتى وقال إنه حتى السيدة أو رايحة دبي زيارة أو فسحة أو شغل لوحدها حرام، حتى لو مع جوزها برضو حرام، يعني كده ولا كده حرام دبي. طبعا في خلاف بين السعودية وإمارات، لأن إمارات طول عمرها واقفة مع مصر، ودبي وأبو ظبي كل الامارات الموجودة انهم واقفين مع المصريين حتى لو كان في ايه. لما يجي عصام عريان يتدخل في الشؤون ويغيظ الامارات، يعني ما غزش السعودية ولا قطر، لا ده بيغيظ الامارات ويقول لك انه ايران عندها صواريخ نووية وانها مستعدة للحرب وهو بيشجع الشيعة والكلام ده، يعني انت عايز تجيب الشيعة هنا
في مصر ان شاء الله. يعني انت عصام قاعد مع مرسي عمال تتكلموا بقى تشاور ازاي تتحد مع ايران، طب يعني عايزين ايه؟ يعني عايزين مصر تبقى شيعيه؟ طب شيعه سنه احنا مالناش دعوه، بس ما تدخلش علينا ايرانيين ولا سياحه ايران، حتى سياحه مش عايزينها. فعصام انت ايامك معدوده، جهز شنطك ولم اسرتك وشوف لك اي بلد زي السودان، اي بلد جنبيك كده روح لها، يا الا هتتحجز يوم 30، بعد كده ممنوع من السفر. الجيش والشرطه كلهم واقفين مع الشعب. ان شاء الله باذن الله كلكم هتتلموا كده وتتحطوا في المعتقلات تاني هيلا بيلا، وكل واحد يتحاكم، وهترجعوا مع سيد الرئيس حسني مبارك سابقا، وهيبقى معاكم ان شاء الله مشرف معاكم باذن الله. دي توقعاتي باذن الله. انا متفائله برضه، صدقني انا متفائله. انا يعني فعلا الفرصه الذهبيه للشعب المصري لو فعلا ما اسقطش النظام يوم 30 دي فرصتها، ما تحاولش تطلع تاني، دي فرصه الناس كلها. حقيقي انا شايفه ان الناس طالعه بحرقه بغض النظر عن دينه او جنسيته، جنسه يعني بنت او ولد، شاب، راجل كبير، راجل صغير، يعني بنت، ست، كل الناس حتى الشباب الصغير معترض، لان مش شايف ولا امان ولا امن ولا مستقبل. الشباب مش شايفين المستقبل، في مستقبل؟ لا مفيش مستقبل، ده مفيش اليوم حتى، مش لاقين، مفيش كهرباء، ده اللي الاطفال بتخاف لما الكهرباء تتقطع، وايام مدارس وايام امتحانات. يعني حقيقي كل بيت بيدعي عليك يعني قوي، ربنا موجود، دعاوي نازله يعني ترف، يعني الطالب اللي الام والاب صارفين عليه بالالافات عشان ينجح ويقف جنبهم في يوم من الايام وياخد شهاده كويسه وحتى ينفع نفسه، بتيجي تدمرها بان انت تقطع الكهرباء، وكنت بتاخد مننا الكهرباء قبل كده وتوديها لغزه. حقيقي البلد ما كانتش شايفه ان انت حقيقي تستحق ان انت تقف فيها وتكمل رساله النهضه اللي انت ابتديتها. كمان في فيديو حلو قوي قوي قوي، نفسي اوريكم قد ايه الشعب المصري كله بنفس واحد هينزل يوم 30 يونيو. يا رب نشوف الفيديو ده يا رب. كلنا هننزل 30/6، للصغير للكبير للعجوز للشيخ، كلنا هننزل 30/6. هي فين مصر؟ احنا عايزين نستعيد بلدنا، احنا فاضينا، الشعب فاضي، عشان كده هنزل 30/6. باذن الله نازلين 30/6، كله نازل 30/6. الناحيه الاسلاميه والناحيه اليساريه مجمعين على ان دول ناس ما يصلحوش لتولي المنصب ده، ما بيحترموش اي شريعه او قانون، عشان كده احنا نازلين 30/6. احنا نازل 30/6. الظلم بقى اكتر من الاول، اكل مش ملاقين، بنزين مفيش، ان شاء الله نازل 30/6 عشان اخد حقي. وانا نازل 30/6 واهلي كلهم نازلين 30/6. في مشاكل كتير، في وعود كتير اتقالت وما اتعملتش، فعشان كده انا نازل 30/6، ونفسي كل الناس تنزل 30/6 ومحدش يقعد في بيته ابدا. ام الشهيد خالد خيري وعيالنا ماتت وعيالنا استشهدت وفي الاخر ما خدناش حقهم. انا نازله 30/6. لازم كلنا ننزل يوم 30/6 عشان ننزل نحقق اهداف الثوره. احنا عايزين دوله مدنيه، مصر ترجع لاولادها. انا نازله 30/6. انا نازل 30/6 عشان حق الشهداء. انا نازل 30/6 عشان مصر ترجع للمصريين بجد. انا نازل 30/6 عشان يسقط الظلم. وانا عشان حق الشعب وحق الشباب نازل 30/6. نازل 30/6 عشان دم الشهداء، وان شاء الله نازلين يوم 30. وبقولها للشعب المصري كله، كل اللي خايف على مصلحه البلد ينزل يوم 30/6. مفيش كهرباء، مفيش بنزين، مفيش ميه، عشان كده انا هنزل يوم 30/6. الكل ينزل 30/6، كلنا نازلين 30/6، حتى متخافش. هنا نازلين 30/6، نازلين 30/6 عند السفاره المصريه اللي بتمثل مصر، نازلين 30/6، هنغير التاريخ يوم 30/6 ان شاء الله. التاريخ في مصر هيبتدي يوم 30/6، والتاريخ اللي فات هيكون في مزبله التاريخ. 30/6 لقائنا كلنا مع بعض، لقاء المصريين كلهم مسيحيين ومسلمين، هنا في امريكا هيكون عند السفاره
وفي مصر كل الناس هتكون في الشوارع. الى اللقاء في 30/6 ان شاء الله. انا واثقه ان قد ايه انا سعيده ان احنا نزلنا الشرق الاوسط قبل 30/6. هنبقى معاكم على الهوا في القناه، هنبقى معاكم بننقل من مصر ومن العالم كله ومن قدام السفاره المصريه هنا. لازم صوتنا يتسمع، لازم العالم كله يحس بينا، لازم يعرفوا ان احنا اللي اتظلمنا. هم حاولوا يجربوا تجربه الاخوان المسلمين، هم فشلوا في ان هم يثبتوا وجودهم ان هم فعلا مسلمين، ولكن هم لا يمثلوا الاسلام. الشعب المصري اكتر شعب متدين، وكل الشعب المصري متدين اكتر من اي اخواني مسيحي مسلم، حقيقي مسيحي ومسلم، متدين اكتر من اي اخواني او سلفي موجود في مصر. مش بالدقن ولا بالزبيبه ولا بالمظاهر الكذابه، ولكن بقلبه، قلبه مع ربنا حقيقي. هم متدينين وهم اللي هيثبتوا ان مصر فعلا لكل المصريين. قد ايه الواحد سعيد بجد ان خطوه زي دي اتخذت، وكان الشعب كله مستني بس شراره كده بس، وتلاقي الكل طلع وراهم. وانا عندي شكر طبعا، احب اشكر جماعه الاخوان المتاسلمين. أيوة حقيقي اشكركم. صحيح. جدا صحيح. انكم فعلا وحدتوا الشعب مسلم مسيحي. اشكر كل سلفي واخواني بجد، لانكم خليتوا الشعب المصري شعب واحد، لا في مسلم ولا في مسيحي، خليتوهم الاثنين مع بعض. ليه؟ لان اللعبه اللي انتوا لعبتوها لعبه فاشله. يا جماعه فوقوا، انتوا خلاص فاضل لكم اسبوعين وهتنتهوا، اقل من اسبوعين، فحضروا نفسيكم وارحلوا. كل سلفي ولا كل اخواني ولا كل واحد عنده قضيه ارحل، لان هتتمسك وهتتحاكم، هيرجعوا السجون، لان كل واحد هيرجعوا السجون. يا هايدي كلهم معتقلين وكلهم خارجين سجون وكلهم سوابق. عبد الماجد ده محكوم عليه بالمؤبد وبيتكلم بقله ادب مع طالع في التلفزيونات وفي البرامج وفي التلفزيون وفي الفضائيات وبكل جبروت وقاحه يعني. وبجاحه وبجاحه. طيب معانا مكالمه من الاخت ناديه. الو، سلام ونعمه يا هايدي. سلام ونعمه يا ناديه، اخبارك؟ ازيك يا اشرف؟ انا واثقه ان انت هتجيلك الحماسه وتتصلي. بس طبعا المفروض احنا متفقين دلوقتي ان كلنا لازم هنكون صوت واحد وايد واحده طبعا. مصريين في الغربه، مش هنقول في المهجر، في الغربه، لان احنا مغتربين عن مصر. فيعني على فكره امبارح واول احنا كان عندنا معرض في الكنيسه اللي انا فيها، وطبعا زي ما انت عارفه انا بوزع استمارات تمرد. برافو. على كل المصريين. جاني كميات رهيبه من الاستمارات. يا برافو. بامانه ربنا. ومعايا دلوقتي وانا متفقه مع محمود بدر اللي هو رئيس حركه تمرد، ان انا هبعتهم له، هبعتهم له بطريقة معينة يعني. واحنا عندنا مجموعة هنا يا نادي. طب كويس ان انا هاخدهم منك، يبقى كله طبعاً. جملة واحدة يروحوا. لكن الاهم هو تجمعنا امام القنصلية المصرية 30/6 باذن ربنا. انا اشعت امبارح في المعرض ان لازم هنتجمع ولازم يكون لنا صوت، لازم يعرفوا ان احنا مصريين في الغربة، ما زلنا بداخل مصر زي ما سيدنا قال دايما، هي مصر تعيش فينا احنا، مش احنا اللي عايشين فيها. فهي عايشة فينا حتى واحنا في الغربة. معاكم قلبا وقالبا هنبقى في الحدث. صحيح هيكون هو عدى عليهم، يعني احنا ما هنكون الظهر بعد الكنيسة مثلا، هيكون هم بقوا بالليل، لكن برضو هنبقى معاهم صوت وصورة. وجميع المصريين هيكونوا، هنبلغ وسائل الاعلام كلها ان المصريين في لوس انجلوس هيكونوا متجمعين قدام القنصلية، وانا هتولى باذن ربنا ان انا ابلغ وسائل الاعلام الاجنبية عشان تيجي وتعرف وتشوف يعني المصريين بيتجمعوا بيقولوا للخونة احنا بنرفضكم ان انتوا تفضلوا تدمروا في مصر يوم عن يوم. كل الشعب المصري تمرد خلاص اوريدي، وتمردنا عشان نشيلكم زي ما شلنا اللي قبليكم. فباذن ربنا هنتجمع 30/6 امام، يا ريت زيها مره واثنين وثلاثه وعشرة، هنتجمع 30/6 امام القنصليه عشان كل المصريين يعرفوا ان 30/6 هنكون في وسط الحدث مع مصر، وتكون الفضائيه القبطيه رائده في هذا الموضوع كمان ان شاء الله. وننقل بس مباشر، هنكون هنا احنا في الاستوديو، وتكوني هناك بقى بتذاعي لنا وبتنقلي لنا الاخبار اول باول، تعملي لقاءات، ويكون اوريدي مرسي ماشي ان شاء الله باذن المسيح.
نتمنى ذلك يا هايدي باذن ربنا، نتمنى ان هو يحقن دم المصريين، لان النازلين للتمرد نازلين سلميين زي ما قالوا له مليون مره احنا سلميين. اذا كان هو بيخطط لاراقه الدم، فلو هو بيعرف ربنا اصلا يحافظ على هذا الدم، لو بيعرف ربنا اصلا يخاف على مصلحه البلد، ما يكونش لسه بيردد طز في مصر واللي في مصر. نشكرك يا نادية، ميرسي خالص. ربنا يخليك يا هايدي وربنا معاك. ومعاك حبيبتي، شكرا. هي بمناسبة انها بتقول يعني التمرد دي سلمية، ونزولنا هيكون سلمي في مصر، وكل القائمين عليها عارفين ان هي سلمية. جه اعتداء على منسق تمرد بالإسماعيلية، وده مش اول واحد على فكرة، كذا واحد كذا منسقين بيعتدى عليهم. قد كده خايفين؟ قد كده مرعوبين؟ قد كده انتوا فاضيين من جوه؟ ولذلك يعني اي حاجه بتهزكم، اللي عنده ثقه في نفسه ما يتعملش كده، ما يعملش كده، يعني بيبقى بيقدم كويس ويلاقي شعبيه من تصرفاته، لكن انتوا تصرفاتكم هي اللي خلت الشعب كله يتمرد، كله يتمرد، وانتوا لازم هيكون رد فعلكم بالجهاد والشده والضرب والعنف والاعتداءات وإراقة الدماء، وممكن الكذب، وممكن تلبسوا لبس الجيش والأمن المركزي، وهتتصرفوا تصرفات عشوائية، ولكن النطق مش على دراسة، لأن انتوا فاضيين من جوه، ومش فيش حد هيحس بيكوا ان انتوا يعني ليكم ولاء ولو همسة صغيرة للبلد. انتوا لا تمتوا للبلد بأي شيء، أخدتوا فرصة سنة بحالها دمرتوها، وإحنا يعني بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه. صح يا هايدي، وانت بتقولي حاجه كلام غلط. صح، العين الصح، ومدام ناديه صح، واستاذ برجان صح، وكلهم صح. هو في احنا كلنا شايفين ايه؟ هو كله غلط بيتعمل دلوقتي، يعني هم ما بيعملوش اي حاجه صح. كويس ان هم كرهوا الناس فينا كله. نعم، لا، بانوا على حقيقتهم بسرعه. طبعا، يعني ما خدتش منهم وقت. عايزين يلحقوا يكوشوا، عايزين يسرقوا، عايزين ينهبوا. زي ما انت قلت، احنا بنشكر حقيقي الرئيس والاخوان المسلمين، لان هم جمعوا الشعب المصري كله ايد واحده. الناس نسيت الدين، لان حط الدين في قلبها وبس، ولكن شايفه مين شريك الوطن. حطينا ايدينا في ايدين بعض، وانتوا السبب، وبنشكركم على كده. بس برضه هنرجعكم. لا، بنشكرهم طبعا. يعني تخيلي يا هايدي، لما الاقي واحد صاحبي مسلم بيشتم في واحد اخواني، بيشتمه، يعني هو مسلم بيشتم الاخوان وبيشتم السلفي، يعني انا ببقى محرج، يعني ازاي يعني انت يعني لا، قال لي لا، ده تاجر بيتاجر بالدين، ده واحد نصاب. هما فهموا بعض نصابين طبعا. يعني علي ونيس فين؟ علي ونيس اللي اتمسك في اداب، علي ونيس فين؟ هربوه بره. طب والناس البلطجيه التانيين اللي قتلوا الشاب الصغير في كره قدم وابنه، الناس دي كلها راحوا فين؟ واللي عمل مناخيره واللي عمل ده كل العالم دول نصابين، بلطجيه نصابين، واللي طالعين من معتقلات. بس انا بشكرهم، يعني انه خلوا المسيحي والمسلم ايد واحده، يعني احنا شعب واحد. قد ايه المسيحي فعلا قلبه على البلد وبيحب البلد وعمره ما خان البلد، ولا كنيسه هتلاقي فيها اسلحه، ولا الهم اللي انتوا كنتوا عمالين تملوا دماغ الناس بيه وتحاولوا تعملوا فتنه طائفيه وخلاص. يعني حقيقي ظهرتوا على حقيقتكم، نشكر ربنا. وحقيقي اللي باقي هو الشعب المصري الاصيل، اللي عرف فعلا ان الخير فين، ونحافظ على بلدنا ازاي، ونحافظ على اولادنا ومستقبلهم ازاي. مصر هتبقى المصريين كلهم very soon، حقيقي very soon. يوم 30/6 يعني هيكون يوم جميل جدا ان شاء الله. يعني هيكون في دم، هيكون في دم. ما برضه في شهداء راحوا قبل كده هايدي، وفي صحفيين واعلاميين وناس كتير قوي وشباب صغير زي الورد، و75 واحد اللي ماتوا، كان هيموت اللي راح يشجع. لو ما عملناش الثوره، نعم؟ كان في ناس هتموت حتى لو ما عملناش الثوره، بس لما نعمل ثوره ويموت ناس ويبقى في ثوره وفي تصحيح للثوره الاصليه، يبقى استفدنا ان شاء الله. مصر بخير باذن الله، وهتبقى بخير. عندي خبر كده بس سريع عايز اقوله. في مصر اكتشفوا في قاعده موجوده كانت بتخطط لمهاجمه سفارات الولايات المتحده وفرنسا. اكدت وكاله انباء الشرق الاوسط المصريه الرسميه ان الخليه التي تم القبض على عدد من افرادها الشهر الماضي بتهمه التخطيط لمهاجمه سفاره الولايات المتحده وفرنسا في القاهره تبع
تنظيم القاعده وتم اكتشافها. طبعا في ضباط شرطه وضباط جيش ومخابرات كلهم يعني شغالين على يعني بجد نرفع لهم القبعه انهم حقيقي خايفين على البلد. وفي بعض الضباط مع الاخوان. ف ايامكم معدوده ان شاء الله وفاضل اقل من 10 ايام. بتضحك على ايه؟ ايامكم معدوده. العاده التنازلي؟ اصل شادية ليها اغنيه. لا ما اعرفهاش. لا بس مالهاش يعني على ليالي العمر. ايه دخل شادية دلوقتي هايدي في الموضوع اللي احنا بنتكلم كلام جد دلوقتي هايدي؟ يعني انا ايامكم معدوده بقول للاخوان وفعلا ايام معدوده. اصل كانت بتغني ليالي العمر معدوده فهم ممكن يغنوها بس. برضه هينزل على الفيسبوك برضه. عموما انا عندي يعني لا يعني نصيحه برضو يعني احنا زي ما متعودين احنا بنشرب كوبايه ميه. أيوة. او عريق يعني الصبح بدري دي بتبقى حلوه جدا للبشره وللجسم وغسيل الكلى. ممكن خلال اليوم بنشرب كوبايه لبن. اللبن طبعا كالسيوم كويس جدا للعظم. في المستقبل الواحد بيبقى محتاج ان الكالسيوم بتاعه يتعوض وخصوصا لأي ست بعد ما بتولد بتقل نسبة الكالسيوم في الدم عندها فبتحتاج لكالسيوم أكتر. فلو تتعود إنها تشرب كوباية لبن في اليوم يبقى كويس. يبقى مية كوباية مية الصبح ده غير اللي بيتشرب على مدار اليوم. ولكن بعد الساعة 5 بنحاول نقلل من كمية المية اللي بتتشرب. عندك أخبار صحية تانية؟ عندي أخبار صحية وهي الشوي. خلي بالكوا يا جماعة داخلين على الصيف بقى فاحنا بقى هنقعد نشوي ونطلع بقى الفراخ واللحمه وعلى الشوايه بقى ويشوي بقى فاهم ازاي. بس خلي بالكم الحاجه المحروقه بلاش تاكلوها. الحاجه المحروقه بلاش تقول لك بدل ما ارميها اكلها. لا الحاجه المحروقه دي فيها امراض مش كويسه السرطانه يعني هي بتجيب نوع من انواع السرطان فبلاش تاكلوا الحاجات المحروقه. ويا ريت الشبكه نفسها الشوايه تتنضف كذا مره ويا ريت تتعمل بالزيت او تتحط عليها الفويل. هما بيقولوا لو بالفويل يتلف على الفرخه او اللحمه عشان حتى الجوس اللي بينزل منها يسويها ما ينزلش منها. أيوة. وبعدين تتحرق. أيوة. لما بينزل على النار بيطلع نار بتحرقها. ما تكونش استوت من جوه كمان يعني بتبقى ايه من الضرر اكتر. فلما يكون الجوز جوه اللحمه او الفراخ بيسوى معاها وبتبقى ضمنت ان هي ما تحرقش ونفس الوقت ما تحطش برضو القطع على النار على طول يعني خليها بعيد عن النار. يعني دي عشان لصحتك يعني وصحه الاسره كلها. وعندي حاجه بقى عايز اقولها بقى بصراحه بقى وهي زياره الدير. الله يعني يا ريت كل واحد ياخد في اي دير اي منطقه تاخد الاسره بركة. او تاخد ابنك او اطلع الدير اقعد لك يوم اقعد لك 5 ساعات. زياره الدير حقيقي بتنسيك عن اي حاجه اي هموم اي مشاكل. تروح تقعد كده 4 ساعات 5 ساعات. زياره الدير مفيده جدا صدقوني وتعمل لك زي تنشيط المخ والجسم وكل حاجه. فلو عندك وقت خد ابنك واطلع الدير اقعد لك بركه كمان يعني وتاخد بركه طبعا بركه اهم حاجه. وقعده الرهبان جميله جدا كمان بتفكرنا بمصر ترجعنا لايام زمان حقيقي. صحيح بجد صحيح. طيب اجابه السؤال هي فعلا نمرود. الكل جاوب صح. نحب نشوف مين اللي هيكسب النهارده. عشان كده بقول لك ايه بلاش تتنمرد عليا وايه النمرده اللي انت فيها جايه من نمرود مش كده؟ لا جايه من التمرد كمان. نمرود تمرد ممكن. احنا متمردين دلوقتي. طيب اللي كسبان معانا النهارده والكل جاوب صح ورقه الورقه الاخت جورجيت. ده انت هنا بقى في كوريا. مدام جورجيت حضرتك كسبتي معانا الف مبروك. واللي ما كسبش معانا ان شاء الله حلقات القادمه باذن الله موجودين. ويا ريت كل المشاهدين يتابعونا على الفيسبوك بيني وبينكم على الفيسبوك. ونفس الوقت انا يعني اتمنى اي واحد عنده راي عنده اهداء عنده تهنئه يا ريت يبعت لنا واحنا بنزحها هنا في البرنامج بيني وبينكم. وانا اشكر كل واحد شاركنا وصلى عشان القناه سيسات تنزل الشرق الاوسط. والحمد لله نزلنا الشرق الاوسط وان شاء الله نجيب لكم الاخبار الجميله واخبار الحلوه اللي هتجيب ان شاء الله تجيب
مرسي تودي مكانه يعني يغور بقى ونخلص بقى المناسب في المكان المناسب. محدش يخاف يا جماعة، لا لا لا، الكل ينزل ومحدش يخاف صدقوني. لو احنا المصري فرعوني، اوعى تخاف، مش عربي، لان حقيقي مصر غالية علينا كلنا. ان شوية بلطجية وحرامية ومحكوم عليهم بقواضي لازم يرجعوا للسجون تاني، فياريت كلنا نقف مع بعض وننزل قنصلية حتى في بلاد المهجر في أوروبا في أمريكا في فرنسا في كندا، ياريت تنزل على السفارة أو القنصلية المصرية يوم 30 وتمرد هناك، ياريت أتمنى ذلك. أشكر الاستاف كله وأشكر مدام هايدي بجد، أستاذ أشرف ربنا يخليك. إيه الرسميات اللي احنا فيه دلوقتي؟ مش عارف، مش كده برضو. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية الحلقة، على وعد إن احنا نشوفكم إن شاء الله يوم الجمعة من الساعة 11 ل 12 بتوقيت كاليفورنيا، هنكون معاكم في الشرق الأوسط برضو تشيل منها 3 ساعات يعني 8 تقريبا 8 بالليل هيكون في الشرق الأوسط، وعلى وعد إن احنا نشوفكم تاني. احنا على النايل سات وهنحط لكم على الشريط من تحت التردد هيكون ايه او هو ايه فعلا، هي على النايل سات، وفرحانين قوي بيكم ومبسوطين ان انتوا وقفتوا معانا وشاركتونا وصليتوا من اجلنا، وحقيقي حسستونا ان احنا كل حاجه جميله وان احنا ايد واحده وهنوصل للعالم كله ان شاء الله. وعايزين المكالمات برضو تشتغل من مصر برضو يا هايدي ان شاء الله باذن شاء الله. واهل كندا كمان، احنا يعني مش الشرق الاوسط لا، وعايزين اهل كندا كمان يكونوا معانا برضو ان شاء الله. أعزائي المشاهدين تصبح على خير، تصبح على خير.